السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وشاهد الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بنشارك معكم واحد التيراميسو كيجي زوين بزاف وفي مقادير يعني بسيطه بزاف، ولكن في المذاق ديالو كيجي رائع. غتشاركوا معكم بنت خالتي كما تشوفوا، غتقدم لكم المقادير وفي نفس الوقت يعني تخدم معكم. تبعوا معنا الفيديو الاخير. بالنسبه للمقادير غنحتاجوا هذا البسكوي، هذا تقدروا ديروا هذا البسكوي، هذا كيف ما تقدروا ديروا داك البسكوي ديال سبيكيلوز حتى هو كيجي زوين. انا توفر عندي هذا. كنحتاج واحد 200 غرام كريم فريش تكون بارده مزيان، ضروري خصها تكون بارده مزيان باش تطلع. كنحتاج هنايا واحد الكاس داك الماء طيب وذوبت فيه واحد شويه ديال واحد معلقه صغيره ديال نسكافيه عامره مع شويه السكر حسب الذوبان. وي نسكافيه وحركته مزيان. وبالنسبه للجبن درت انا هاد الجبلي، ما توفرش ليا الماسكاربون يعني كيكون هو اساس هاد الدسير هذا، مي تا الجبلي صراحه كيجي به زوين. وهنايا كاضافه غنديروا هاد واحد المعلقه ديال الشوكولات ديال الدهن، تقدر ديروا نوتيلا، تقدر ديروا اي حاجه كتبغيوها. سمحوا لي بالنسبه للمقادير نسيت واحد جوج معالق كبار ديال السكر سنيده او لا سكر كلاصي اللي متوفر عليك عندكم، حيت درت الكريم فريش. بالنسبه للكريم فريش جلاتها مسوسه، اما اللي كانت عندكم حلوه راه كاع ما تحتاجوا ديروا السكر سنيده، كتبقى على حسب الذوق. انا عندي هنا واحد جوج معالق كبار، غادا ندير واحد المعلقه ونشوف واش خاصني نزيد ولا لا. بعد ما طلعنا الكريم فريش بحال هكايا، ما طلعوش بزاف ثاني غتكون بحال هكايا. دابا غادي نزيدوا هاد الجبن، هذا كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا هاد الجبن كيف ما تقدروا ديروا الماسكاربون، اي جبن كيعجبكم. هاد اللي عندنا العلبه كيف ما العلبه ديال 250 غرام، 200 غرام اولا 250 غرام صافي. غادي نخلطهم ونطلعو ثاني ونطلعو ونرجعو معاهم ان شاء الله. ياك نحاولوا نبداو غير بدرجه قليله باش ما يطرش لينا هادشي الفوق، ومن بعد نعليو شويه الفيتاس غير واحد شويه نسجم العناصر، ومن بعد غادي نزيدو واحد المعلقه من هذه هكاي باش يجي لوكو زوين ديال الشوكولاط. بعد ما طربنا شويه هاد الخليط هذا كنزيدو واحد المعلقه كبيره حتى لجوج معالق على حسب الذوق ديال الشوكولاط، يقدر يكون شوكولاط ابيض اولا شوكولاط اسود اللي كتفضلوا. كنديرو على الخليط وكنطربو مزيان ثاني واحد شويه باش ما نسجم العناصر. انا غادي ندير المعلقه الاولى ونشوف واش خاصني اولا لا، الا خاصني راه غادي نزيد المعلقه الثانيه. كيف ما كتشوفوا هنا كيبان ليا باقي شويه مازال خاص الشوكولاط، غنزيد واحد المعلقه الثانيه نزيدها مع الخليط باش يلا نحصل على داك اللوغو اللي كنبغي، يعني كيجي شويه تيراميسو بالشوكولاط كيجي زوين. ومن بعد غنطلقها صافي. كنطربو حتى كنحصلوا على هاد الخليط بهاد القوام هذا صافي. دابا غادي ندوزو باش نخدمو هاد البسكوي هذا في الكيسان ديالهم، تختاروا الكيسان اللي بغيتو وانتم معانا. وبالنسبه للماسكاربون راه التيراميسو عفوا راه معروف عنده بزاف ديال الطرق، كاين هاد الطريقه هذه اسهل طريقه، كيف ما كاين التيراميسو ديال البيض بزاف ديال الطرق. انا خدمت معكم اسهل طريقه كنديروها وان شاء الله يعجبكم. دابا غادي ندوزو للمونتاج. بالنسبه انا درت هاد الكويسات هادو، نتوما تقدروا ديروا اي حاجه متوفره عندكم. هاد الكويسات هما اللي متوفرين عندي، بغيت نديرهم الحفله فرديا يعني اللي بغى يديروا في مول كذلك كبير يديروا في مول كبير، يعني كل واحد حسب الاختيار ديالو. غنحتاج هاد الكيسات الكويسات هادو غنديروا فيهم هادو البسكوي قطعناه هكايا مرصوات صغار، غادي نديروهم في الكيسان هكايا نقادوهم ماشي مشكل الدقدقو. صافي ونسقيهم شويه بالقهوه كيف ما قلت لكم، القهوه ذوبناها مع شويه السكر قهوه سريع الذوبان ونسقيوها. هكايا ما نسقيهمش بزاف غير شويه على حسب الذوق ثاني، حاولوا ما تسقيهمش بزاف باش ما يجوش رطبين بزاف ميهين. بالنسبه للكريمه لاكريم انا درتهم هنا درتو في هاد لابوش باش تسهل عليا الخدمه. صافي كندير واحد الطبقه من الكريم بحال هكا، واحد الطبقه هكايا صافي. كندير ثاني طبقه اخرى ديال البسكوي
نزيدوها كنعمروا كاع البلايص اللي كيبانوا لينا خاوين. بحال هكا هاد البسكويت متوفر يعني في المحل التجاري الكبرى كذلك بيم راني متوفر. انا خديتو من بيم. تقدروا ديروا داك البسكويت بسكو كتفضلوا هذا ولا سبيكيروس هو صراحه كيجي به زوين بزاف. حتى هو كنديروا ليه نفس العمليه بعد مره كنطحن انا السبيكيروس هذاك البسكويت كنطحنو وكندردرو في الكيسان وكننسقيه بالقهوه. يعني الطريقه سهله اللي كتجيكم سهله تقدروا ديروها. دابا الطبقه الثانيه هي كنديروا لها نفس الشيء كنسقيوها شويه بالقهوه. صافي وكنديروا لا كريم طبقه ثانيه كنتي كنديروا واحد الطبقه سميكه شويه. صافي على هذا الشكل هذا. وبالنسبه يعني الديكوراسيون حتى الغدا ان شاء الله نبغوا نقدموهم وندردروا عليهم شويه الكاكاو او لا ديك الساعه غادي تشوفوا معنا كيفاش غادي نزينوه ان شاء الله. ويعني هما راه قد ما بردوا قد ما كيجيو يعني زوينين. يعني خليهم 4 السوايع ليله كامله اللي عجبكم. حنا غنخليهم ليله كامله على حسب عندهم في لانيفيرسير درناهم في الليل وغدا ان شاء الله يعني نتلاقاو باش يبردوا. كما كتشوفوا الشكل ديالهم راه كيجي زوين بزاف خصوصا الا كانوا شي كويسات يعني يعني ما فيهمش هكا الزوار يكونوا ترونسبارون كيبانوا زوينين في الديكور. حنا ما توفروش لينا دابا كنا غنديروهم دابا هاد اليوم. داكشي علاش ما خديناش كيسان خاصين بهم. وغير جربوا المذاق كيجي رائع غير بالجبن الجبلي راه كيجي رائع. يعني حتى اللي لقى متوفر عنده الماسكاربون غادي يجيو محسن اولا في فيلاديلفيا اولا الجبن اللي كتفضلوه نتوما. صافي دابا عندنا نكملوا يعني بقيه الكيسان اللي عندنا ونتلاقاو ان شاء الله غدا بعد ما يبردوا الكرام. يعني بعد ما برد انا خليته ليله كامله. يعني هاد الصباح غطيناه بالسلوفان هاد الكويس غطيناه بالسلوفان حتى الصباح يعني احتاجيناهم في الصباح. عاد حيدناهم ورشنا عليهم شويه الكاكاو كما كتشوفوا. وهاد السيجار يعني اختياري يعني ماشي ضروري غير هكا تذوقوا بهم راه كيجيو زوينين. غادي نحاول يعني كما كتشوفوا كيجيو من الداخل ها نتوما كيجيو زوينين. شوف شوف كي كيجيو من الداخل كيجيو واحد المذاق فيهم رائع. غير جربوهم ان شاء الله ما غتندموش عليهم. وهادو راه درناهم في واحد لانيفيرسير يعني قدمناهم يعني لا هكا كديسير. نتمنى تجربوهم يعني وتردوا عليا في كومونتير. وكذلك راه ساهلين في التحضير وما فيهمش مقادير كثيره. ونتمنى الفيديو ديالهم يكون الاعجاب ديالكم وبسلام عليكم في فيديو قادم ان شاء الله.